اتمنى الفوز ان شاء الله لفريقنا النهارده، فريق نادي الزمالك، ونرجع نحتفل كلنا. وزي ما قلنا وهنقول دايما، المستحيل ليس زملكاوي، وتحت الشعار ده الزمالك بيدخل لقاء الليله بعنوان لا بديل عن الفوز بالسوبر المصري. طبعا احنا بنقول من هنا السوبر يا زمالك، بنقول لهم انزلوا اعملوا كل اللي عليكم، السوبر يا فرسان. وسط غياهب الظلام وفي أحلك الظروف، شمس الزمالك لا تغيب. المستحيل عمره ما كان زملكاوي. تحدي صعب هيدخله الزمالك أمام الغريم في نهائي السوبر المصري، ولكن من إمتى الزمالك كان عنده تحدي سهل؟ دور في دفاتر أكبر قلعة رياضية في مصر، هتلاقيها دايماً بتقهر الصعب وتضحك في وش المستحيل. اقرأ تاريخ مدرسة الفن، هتلاقي فصول اتكتبت بعنوان المستحيل ليس زملكاوي، مهما كانت الظروف صعبة والمعنويات مش في أفضل حال وغيابات ممكن تأثر على أدائنا، لكن كلنا ثقة في رجالة ميت عقبة، رجالة قهرت وهتقهر كل الظروف. ولو كان المستحيل ضرب صعب يتحقق، فالفارس الأبيض هو ملك تلك الدروب، الفارس اللي مهما افتكرت انك قادر تكسبه هيبهرك ويعرفك ان في ميت عقبة في رجالة معادنها من ذهب وقوتها سر مش هتقدر توصله. في ميت عقبة صنعنا المستحيل مش مرة ولا مرتين، على مدار سنين قدمنا فيها صناعة المستحيل تحت شعار فارس فرعوني بسهم وقوس. درعه هو جمهور ملوش مثيل، الزمالك قادر دايما يكتب التاريخ من جديد. ولو كان الطريق مش موجود احنا هنصنعه بايدينا وبعرقنا، والتاريخ شاهد علينا، احنا بتوع الامجاد. اجري، عافر، اسبح عكس التيار، اعرق، اجتهد، موت نفسك في ارض الملعب، واحنا وراك. لا بديل عن تخطي المستحيل. السوبر يا فرسان، السوبر يا زمالك.